السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة أمير أول سبورت، مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد عبر هذه القناة، القناة اللي تهتم بالشؤون الرياضية في كافة مجالاتها. اليوم فيديو جديد من ملعب الراقي، الملعب التحفة الذي اللي قريب يدشن بمناسبة احتضان الجزائر لشان 2023. هذا الملعب التحفة كما قلت، ملعب جميل صراحة، ما شاء الله تبارك الله في هذا الملعب، هو إضافة كبيرة للرياضة الجزائرية كما قلت. راح نديروا فيديو داخل الملعب ونشوفوا جديد الملعب وكيفاش ولا مقارنة بفيديو سابق منذ حوالي أسبوع ولا أسبوعين تقريبا. كما يعلم الجميع، ملعب الراقي راح يحتضن مباريات من شان 2023 بداية من شهر جانفي المقبل. وش ثاني نسيت، لا نسيت، بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الليبي. انا دخلت درت دورة داخل الملعب، شفت أرضية الميدان. أرضية الميدان راهي في حالة جيدة جدا، نقدر نقول 5 على 5 في انتظار تجريبها. كما قلنا في ملعب عنابة كانت الأرضية مليحة، حتى جربوها اللاعبين وشافوها وقالوا أنها في حالة جيدة، وربما سيتم تعميم الأرضية الهجينة على كافة الملاعب الجزائرية في المستقبل. إذا الشيء اللي لاحظته في جولة تاعي ولا الزيارة تاعي لملعب الراقي، انه الملعب راهو في حالة، راهو واجد بنسبة 100% لشان 2023 ولا لكل المنافسات الرسمية اللي راح تجرى هذا على هذا الملعب. اذا ندعوكم باش تشوفوا هذا الفيديو اللي صورته داخل الملعب، ولا تنسى الاشتراك اذا كنت تشوف الفيديو لاول مره. ما تنساش تشترك في القناة لدعم القناة، وفي الاخير راح يكون تعليق صوتي في الفيديو هذا ونشرحه فيه الجديد اللي راهو واقع للملعب قبل اقل من شهر عن بداية شان 2023. إذا شكرا لكم جميعا، مشاهدة ممتعة للجميع، تحيتي لكم جميعا، شكرا لكم. أهلا بكم مجددا. إذا فيديو جديد لملعب من ملاعب الجزائر الجديدة هو ملعب الراقي. كانت لنا زيارة للملعب أمسية اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 للملعب الجميل، وجبت لكم صور جميلة لملعب الراقي. ملعب الراقي نقدر نقوله أنه اليوم أصبح جاهز لاحتضان شان 2023. هذا الشان اللي راح تحتضنه الجزائر ما بين 13 جانفي إلى 4 فيفريي المقبل. للعلم انه الملعب راح يحتضن مباريات المجموعة الاولى التي تضم كل من الجزائر، ليبيا، اثيوبيا والموزمبيق. وبخصوص مباريات المنتخب الوطني المحلي راح تكون على النحو الاتي: المباراة الاولى والافتتاحية للملعب وللشان راح تجمع الجزائر بليبيا يوم 13 جانفي بداية من الساعة 5 مساء. أما المباراة الثانية راح تجمعنا بالمنتخب الإثيوبي يوم 17 جانفي على نفس التوقيت، أي 5 مساء. وآخر مباراة راح تكون يوم 21 جانفي بين الجزائر والموزمبيق. وفيما يخص تجريب الملاعب، ملعب الراقي قبل الشان والملاعب الأخرى،
كان كشف صحفي يزيد وهيب، نعم، أن اللجنة المنظمة للبطولة كانت طالبت ببرمجة مباريات على الملاعب المحتضنة للمنافسة، وراح تكون بمثابة التحذير الأخير قبل انطلاق المنافسة والانطلاق الرسمي لهذه المنافسة بلعب مباريات من الرابطة المحترفة الأولى والقسم الثاني. وحيث أكد الصحفي أن مباراة مولودية وهران أمام اتحاد بسكرة المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل راح تجرى بملعب ميلودهد، في حسب الصحفي دائما، وأن مباراة أمل الأربعاء ضد شباب بلوزداد المقررة يوم 28 ديسمبر بنسبة كبيرة راح تلعب بهذا الملعب، الملعب الجميل، ملعب الراقي. إذا حسب الصحفي يزيد وهيب أن مباراة شباب بلوزداد ضد أمل الأربعاء راح تلعب بهذا الملعب، بالإضافة إلى مباراتين من القسم الوطني للهواة بين مولودية قسنطينة وشباب باتنا، والتي راح تلعب بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، ومباراة اتحاد عنابة أمام اتحاد الحراش راح تلعب بملعب 19 ماي بعنابة، واللي مقررة يوم 30 ديسمبر المقبل، هذا كما قلت حسب تصريحات الصحفي يزيد وهيب. الآن عودة لملعب الراقي وهذه الصور الجميلة والحصرية لقناة أمير أور سبورت. سؤال للمتابعين ولمشاهدي الفيديو، كيف يبدو لكم الملعب؟ أرضية الميدان، وهذا ملعب تدريبات، وكيف يبدو لكم كل محيط الملعب والتهيئة الخارجية؟ وفي انتظار تعليقاتكم أنا نقول لكم إلى فيديو آخر، نخليكم مع تكملوا الفيديو إلى فيديو آخر إن شاء الله حول الملعب ولا ملاعب أخرى. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.